من قديم الزمان لاحظ الإنسان بمجرد النظر للسماء في الليل أن كوكب المريخ له ميزة خاصة، وعلى مدى سنوات طويلة راقبنا جارنا الغامض وتخيلناه عالم غريب. ومع تقدم العلم اخترعنا التلسكوبات وبدينا نشوف الكوكب الأحمر بوضوح، ولكن هل تمكننا من كشف غموضه؟ هل وجدنا ما كنا نبحث عنه؟ المريخ أثار فضولنا لقرون طويلة، وأغلب الحضارات القديمة حاولت تدرسه وتكشف أسراره، من مصر إلى الصين وصولاً للحضارة الرومانية. الكل كان يعرف أن كوكب المريخ كوكب أحمر، والأهم من ذلك أن كوكب يثير فضولنا. حوالي 2000 سنة قبل الميلاد بدأ علماء الفلك المصريين يرصدون المريخ، الكوكب اللي لفت انتباههم أكثر من غيره، ولقبوه باسم هير داشر، يعني اللي لونه أحمر، ورسموه على سقف مقبرة سيتي وسقف معبد الرمسيس، وخريطة سنمت للنجوم اللي تعد من أقدم الخرائط من نوعها، ويرجع تاريخ رسمها لسنة 1534 قبل الميلاد، وهي تعتمد على مواقع النجوم. الاهتمام بالمريخ لف العالم القديم، والفضول اتجاهه وصل للصين، وفي سجلات صينية قديمة تتحدث عن تحركات المريخ، والتاريخ يذكر أن أقدم محاولات الرصد الصينية لشكل وحركة المريخ ترجع لحوالي سنة 1046 قبل الميلاد. أما الأساطير الإغريقية القديمة تتحدث عن المريخ أنه إله الحرب ابن زوس وهيرا، ولقبه الإغريق بأريس وصوروه أنه قاتل، لكن عند الرومان المريخ اسمه مارس، كان معروف عن هذا الشعب أنهم يعظمون الحرب، ولهذا السبب اعتبروا المريخ محارب شجاع وصار إله الحرب في حضارتهم وأساطيرهم. يوم نتكلم عن تاريخ رصد المريخ ونقرأ عن الاكتشافات اللي توصل إليها القدامى، نصاب بالذهول من بعض النتائج اللي سجلوها، وخصوصاً بعد دراستنا اليوم اللي تثبت صحة ما توصلوا إليه. كمثال، الحسابات الدقيقة اللي قام بها العالم الدنماركي تيخو براهي عن موقع المريخ، وكان هذا قبل اكتشاف التلسكوبات بعشرين سنة. هذا العالم نصب مركز لمراقبة المريخ في سنة 1576 في كوبنهاجن، ودرس الفضاء لمدة 20 سنة، وبالفعل النتائج اللي قدمها للبشرية أذهلت العلماء، ومن بينها اكتشاف أحد أكبر انفجارات الكون وهو السوبرنوفا في سنة 1572. طبعا كل هذه المراقبات كانت تتم بالعين المجردة، لأن البشر في ذاك الوقت ما كانوا يعرفون التقنيات اللي ممكن تساعدهم على زيادة معرفتهم للمريخ، وطلعت الحاجة إلى ابتكار أدوات تساعدنا في رصد هذا الجار القريب البعيد، ليبدأ الطريق للمريخ من زاوية مختلفة مع دخول التلسكوبات، لأن التلسكوب فتح أمام البشرية نافذة جديدة على الكون. والبداية كانت مع الإنجاز الأعظم للعالم الإيطالي غاليليو غاليلي، اللي كان سباق في اكتشافاته بفضل تلسكوبه في سنة 1609، وكان هذا التلسكوب البسيط يقدر يكبر صور السماء لثمان مرات، وبعدها طوره إلى 33 مرة، ومع ذلك ما كان يقدر يشوف أي تفصيل على سطح المريخ. وكان هدف غاليلي هو أنه يرصد إذا كان المريخ يمر بأطوار ظلام جزئي مثل الزهرة والقمر. من بعد غاليليو اتطورت المراصد الفلكية عبر العصور، وازداد اهتمام العلماء بالمريخ، وعلى رأسهم العالم فونتانا اللي قدر في سنة 1636 يشوف بقع قاتمة على سطح الكوكب الأحمر، وأيضا العالمين هوك وكاسيني اللي تمكنوا من رؤية بعض التفاصيل على سطح المريخ، وقدروا أيضا أن يرصدون مدة دوران الكوكب حول نفسه، لاحظوا أنها 24 ساعة و40 دقيقة، تصوروا بفرق 3 دقائق عن المدة اللي نحن اليوم متأكدين منها وهي 24 ساعة و37 دقيقة. ومرت الأيام
وكثرة مراقبات الإنسان للمريخ، وتمكن الفلكيون من اكتشاف الأغطية الثلجية القطبية. والحديث عن وجود ثلج في المريخ خلى الناس تتساءل عن وجود ماء، وبالتالي وجود حياة على المريخ، لأن مثل ما نعرف على كوكبنا وين في مياه توجد الحياة. ولأن العلم يتطور وما يتوقف عند حد معين، قام العلماء بتطوير تلسكوبات عديدة. ومن بعد ظهور تلسكوب غاليليو وبفضله تمكن العلماء من تحديد موقع المريخ بالتفصيل. وعلى فكرة من أهم التحسينات اللي عرفت في هذه الفترة هي العدسة اللالونية أو الأكروماتية، وهي عدسات تكسر الضوء من دون ما تحلله، وهي من ابتكار عالم البصريات الألماني جوزيف فون فرانهوفر. وبفضل تطور أساليب الرصد تمكن علماء من وضع خارطة أولية للمريخ، وفي سنة 1840 طلعت خرائط أكثر وضوح وكثر استخدامها بين الفلكيين اللي درسوا المريخ وغلافه الجوي، ومن أشهرهم الفلكي ويليام اللي رجح أن سطح المريخ لونه أحمر بسبب طبيعة سطحه وليس بسبب وجود عناصر ذات لون أحمر في غلاف الجوي للكوكب. وكان اعتماده في ذلك على استخدام جهاز جديد، وهو جهاز قياس الطيف اللي يحاول باستخدامه الكشف عن طيف الأكسجين أو بخار الماء في غلاف الجوي للكوكب الأحمر. مسألة وجود ثلج على المريخ ما كان الاكتشاف الوحيد اللي أثار فضول البشر في جارنا الكوكب الأحمر، بل هناك مثال الخرائط المفصلة للمريخ اللي وضعها الفلكي الإيطالي جيوفاني سكيابريلي. وهذه الخرائط أظهرت بشكل ملحوظ علامات سطحية أطلق عليها سكيابريلي اسم كانالي، وهي خطوط طويلة مستقيمة تمتد على المريخ، والناس فهموها على أنها قنوات مائية. ولكن بعدين اتضح أن هذه العلامات ما هي إلا خدع بصرية، سببها ضعف التقنيات المستخدمة قديما. ولكن الاكتشاف اللي توصل إليه الفلكي آسف هول في سنة 1877 عن قمرين يدورون حول المريخ، ونحن تأكدنا من هذه المعلومة بعد 94 سنة عن طريق المسبار مارينر 9 التابع لناسا. أطلق هول على أحد القمرين اسم فوبوس أي الرعب، وعلى الآخر اسم ديموس أي الفزع، على أسماء حصاني إله مارس في الأساطير اليونانية القديمة. فوبوس وديموس مثل قمر الأرض، بحيث دائما يبرزون نفس الوجه نحو المريخ، وهما من ضمن أكثر الأجسام ظلما في النظام الشمسي. وللمعلومة في حزام كويكبات ومذنبات بين مداري كوكب المشتري والمريخ، وهناك نظرية تقول أن قمري المريخ أصلهم من هذا الحزام قبل ما يجذبهم كوكب المريخ. كل ما زادت دراستنا للمريخ كل ما زاد فضولنا لمعرفة المزيد. راقبنا بعيوننا وابتكرنا التلسكوبات، ومن بعدها انطلقت مركبات فضائية إلى مداره ونزلت على سطحه. أسئلة كثيرة تثير حيرتنا بخصوص المريخ، ومن بينها وأهمها، هل توجد حياة على المريخ؟ وإن كانت موجودة كيف بيكون شكلها؟ وانطلقنا إلى الفضاء للجواب على هذا السؤال. ويوم وصلنا المريخ اكتشفنا سر جديد، وهو أن كل العناصر اللي تدعم الحياة كانت موجودة سابقا. فالسؤال الباقي هو، هل المريخ كوكب حي مثل الأرض أو أنه كوكب ميت؟